منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. مرحبا بكم من جديد، انتم تسمعوا في منتدى الحياة البرنامج الاجتماعي اللي تعودتوا به. موعد جديد معكم من توا حتى للاربع متاع العشية بمواضيع جديدة كما العادة وبشهادات جديدة ومكالمات زادة وآراء وجهات نظر مختلفة كما العادة من توا حتى للاربع متاع العشية في منتدى الحياة. نعتذر لكم على التأخير اللي اصدر منا اليوم في البرنامج ونحاولوا مع بعضنا نديركوا هالتأخير هذايا. نحبوا برشا نعولوا برشا على ثقتكم فينا وتليفوناتكم على 70 035 120. معاكم كما العادة من قدام الميكرو سيبر بن حميدة، نوفل الشرطاني في التكنيك وسهيل السلمي في الديجيتال، وكالعادة ينورنا الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي. مرحبا بك أستاذ فيصل معانا. مرحبا بك وبجميع المستمعين والمستمعات، يعطيك الصحة وربي ينورك إن شاء الله. يعيشك، حضورك ديما ينورنا ويشرفنا، خاصة الإضافة اللي تقدمها في الليميسيون طيلة الساعتين. كيف كيف زادة تحية من خلالك أنت المدام سونيا جبالي اللي تكون معنا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وفي موضوع جديد. كما تعودتوا بنا كما قلت كل مرة نحاولوا نطرحوا موضوع اجتماعي من قلب الواقع، و ديما نحاولوا ما نبعدوش برشا على الاكتواليتي. كنا في بداية الأسبوع معك أستاذ حكينا على بطالة والتأثيرات النفسية للبطالة. اليوم موضوعنا هو الارتفاع المتتالي للأسعار. نعرفوا اللي في المدة الأخيرة شهدنا ارتفاع، والبارح وزير الفلاحة كان حكي في أخبار الثمانية على القناة الوطنية الأولى على ارتفاع من جديد في أسعار المواد الاستهلاكية خاصة الحليب والبيض. والارتفاع هذا أكيد كما تعرفوا الناس الكل ناتج على الارتفاع الأخير اللي صار في أسعار الأعلاف، دونك هذا باش يلقي بظلاله على المواد هذه اللي يستهلكها التونسي بشكل طبيعي، خاصة وقت اللي نحكيه على سوم الحليب اللي بدون الحليب يظهر لي كما يعرفوا الناس الكل معناتها ما يكفيش الأربعة أشخاص وإلا خمسة أشخاص، فما زيادة مازلت ما تمش تحديدها. وزارة التجارة مازلت ما أصدرتش بيان في الغرض، ولكن فما زيادة باش تكون في قادم الأيام. هل أنه التونسي اليوم ينجم يجابه الزيادة هذية؟ هل أنه كيفاش باش تأثر الزيادة هذية على نفسيته؟ هذا باش يكون موضوعنا معك أستاذ فيصل. كنا قبل كنت تذكر حكينا على الزيادة هذية وتأثيرها النفسي، ومع تتالي الزيادات نعاودوا ديما نرجعوا للموضوع هذا أكيد بطلب من المستمعين. خصوصا هي المرة ذي إن شاء الله ربي يقدر الخير، ولكن مش تكون صدمة كبيرة على المستوى المجتمعي، لأنه المعلن على الأقل اليوم من ارتفاع مش يكون ارتفاع مشط. أكيد للأسف بعض النقابات تتكلم عن 700 مليم زيادة في لتر الحليب، ومش تكون كان العظام والحليب، وإنما مش يكون حتى اللحوم. أكيد. اللحوم البيضاء وحتى الدواجن، لأنه العلف يمس هالقطاعات الكل هذه، القطاعات اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض، وهذا مش يدفع إلى زيادات أخرى في أسعار في مواد أخرى معناها خارج القطاعين هذوما، مش يأثر بظلاله على بقية الأسعار، ومش يكون زيادات كبيرة يمكن مش تحدث صدمة. هذا علاش يمكن رجعنا للموضوع هذا، كيف التونسي ما يهيئ نفسه في هالإطار هذا لهالزيادات المشطة هذه في هالميادين هذه. وإحنا كما قلنا أستاذ فيصل كانت فما زيادة في أسعار الأعلاف بما قيمته 25% بنسبة 25%، أي ما يقارب 300 دينار في سعر الأعلاف، ما غير ما ندخلوا في التفاصيل هذية، ولكن هذا الكل باش يساهم في تتالي الزيادات في الأسعار كما كنا نحكي. وحبينا نشوفوا رأيكم أنتم لهنا في القيروان في الزيادات هذية، هل أنه التونسي اليوم يتقبل زيادة ب 700 مليم وإلا 500 مليم؟ لأنه حتى زيادة بعشرين مليم رغم اللي نشوفوها حاجة بسيطة، ولكن عندها برشا تأثيرات على جيب التونسي وخاصة بوق العائلة. هكا كانت الشهادات في الميكرو تروتوار، نسمعوه ونرجعوا مع الأستاذ فيصل كابي المختص والمعالج النفسي للنقاش.
بالله الزوالي ومشي يول شو يعمل عجة حار عظام ب 15% لتر زيت يعني متكلفتها ب 5500 زيت الصبة ما ثماش بالكل موات التونسي سيء ما عادش فيه اللي نحن كمواطنين مش خالتين على المواد الأساسية متاعنا في الولايات الكل معناه تجي تشوف تونس كاملة مش قروينة كهو معناه والحل معناه المحتكرين ودجمات الدبويات هذوكم اللي يحتكروا في السلعة لازمهم يخرجوه في الوقت معناه وباش نلقاو احنا مع الحل باش توصل لنا السلعة هذه وكل شيء الحل لازم الدولة راقبة برشا لجمات الدبويات خاطر هذوكم هما محتكرين كان يحتكروا معناه كما تشوف ساعات تكونوا مادة موجودة تجي بريود تتقسم على الخالتين على حتى 100 جرام نقولوا احنا من وسائل الإعلام الكل سلطت الضوء على الموضوع هذا أما ما تغير شيء والأسعار ديما شالة ديما شالة فيها النار بالحق ياسر برشا إلى واحد من الناس نتسائل ويلي الرقابة اللي يراقبوا في الأسعار ويلهم ما ندروش لازمهم يهبطوا سير تيرا ويشوفوا المواطن الزوالي كيفاش تاعك وأنا نقولها بكلمة بالحق هبطوا شوفونا بالحق شوف واحد شهريته اليوم ياخذها اليوم يصرفها بين كريه ماء ضوء مصروف كريتي قريب نعطيها للعطار والحماص والخضار وخلينا نقسموها ما نحكيوش على اللحم والحوت أنا نحكي على بصة الماكلة معنا فلفل طماطم بصل أسوام غالية وغالية برشا خفت التونسي ولات رزينة ماهيش في متناول المواطن التونسي اليوم العباد ولات تجي للأسواق يبقاو يدوروا من نصبة لنصبة بقاوش حاجة ما أرخص قبل كانوا ياخذوا بالكيلو بالزوز اليوم وصلوا ياخذوا بالقرن والكعبة قبل بعشرة آلاف تهز زوز قفاف توا يا حسرة حتى الغلة ما عادش خالتين عليها واللحم ولا من العيد للعيد وزيد الحاجات المدعمة كلها تفقد العائلات التونسية توا ماهيش قادرة توصل تاكل شوية طماطم شوية خضرة على خاطر الدولة ماهيش قادرة تعطي في الماكلة كبريوريتي مثلا كيف ماهيش قادرة تحط في قاعدة تمشي في بلايص أخرى وقت اللي يلزم على كيفاش العباد لازمها تعيش. بالنسبة لغلاء الأسعار المتسبب فيه هو نقص الإنتاج لو كان توفر الإنتاج سوى يتنحى الاحتكار وغلاء الأسعار خاطر بالنسبة للزيت نقص الكميات المستنسين يستولدوا فيها بالنسبة للقمح والشعير قادم ملاوح ملاوح والبط ومشي على روحهم هذيك حاجة عادية باش تقل أي حاجة تقل من السوق راهي تدخل الاحتكار قبل ما كناش نسمعوا لا بزيت لا بفارينة زيدوا على حاجة أخرى حتى أمور سياسية داخلة فيها تو أمور سياسية داخلة فيها برشا الدولة العميقة قاعدة تختفي والمتضرر فيها هو المواطن وربي يقدر الخير وكاهو قفة التونسي اليوم مالش على فيها النار القفة غالية مع الكريم مع التعليم مع الصحة يلزم على الأقل الشهرية زوز ملايين باش ينجم يعيش هيك علاش تو أغلبية المواطنين مرهونين في القروض في الروج الشهرية قاعدة تنقص سواء في القطاع الخاص ولا العام نشوف ارتفاع نتاع أسعار خاصة الخضرة الغلة الحمى وزيد فما نقص كبير في المواد المدعمة الزوالي باش يعيش لازم يقطع اللحم الحليب اللحم ولا فيل عند الزوالي ياخذ كان الحاجة الضرورية ولا ياخذ برطل بالكعبة ما عادش ينجم يخلط يشري حتى شيء معناه يمشي للأسواق يبقى كل شيء شاعر فيه النار. هذه كانت بعض الشهادات في ميكرو الحياة فام هكا تكلمت وهكا عبرت على رأيكم في الارتفاع اللي يعبر عليه بعض الناس بالارتفاع الجنوني حتى منظمة الدفاع عن المستهلك كانت أستاذ فيصل في عديد من المناسبات أصدرت بيانات ودعت في بعض الأحيان لمقاطعة بعض المنتوجات الغذائية خاصة في شهر رمضان شفنا ارتفاع جنوني لبعض الأسعار خاصة في الأسبوع الأول كان تذكر أستاذ فيصل ارتفاع الأسوام خاصة الفلفل الطماطم المواد الاستهلاكية اللي ديما يشريها المواطن فما زاد في الجانب الاخر كنا نحكيه على ارتفاع اللي باش يكون في القادم الايام في سوم الحليب ومشتقات الحليب وباش تكون فما برشا كيف زاد سوم اللحم اللي كما قالت المدام في الميكرو اللي هو اليوم ولا فيل للاسف معناتها قليل باش ينجم التونسي يشري هاللحم خاصه اللحم العلوش اللي سومه ديما طالع برشا شنو من بين الشهادات اللي قعد في بالك ولا اللي لفت لك انتباهك هي دائما هالظاهرة الموجودة في تونس ظاهرة التشكي وهذه ظاهرة الدجاج تولد العجز عند الإنسان الشعور بالعجز أمام شيء يقع أمام المواطن التونسي معناها كأنه مغلوب على أمره يشوف أحداث تقع أمامه ارتفاع مشط للأسعار وكأنه المواطن عاجز في دائرة العجز أمامه كأنه قطار يمر أمامه وهو لا حول ولا قوة له هالشعور بالعجز ذاية وشيء من الغضب يمكن بعض مرات في نبرات بعض الناس يخلي أنه أنا واحد ناس مشني منجم من عرش شنية عواقب ذاية كلها في على المواطن التونسي من ناحية الكآبة ومن ناحية لديبريم ديبريسيون الإحباط الإحباط اللي يمكن يحدث على المستوى المجتمعي وكما قلت المرة دي يمكن الزيادات ما عادش معناها بشكل رمزي بعشرين سنتيم غير معقولة مش تكون زيادات
لأن الزيادات مفاجئة حسب ما يقولوا في أسعار الأعلاف، مش تكون زيادات مشطة في كثير من القطاعات الأساسية، لأنه حتى منادات منظمة المستهلك التونسي لمقاطعة بعض المواد الاستهلاكية هي نداءات غير معقولة، لأنه لما تجي الإنسان في غذائه اليومي تقول يقاطع بعض المواد، هذه مش مواد متاع ليوكس، مش مواد متاع ترفيه بنجم يقاطعها ويصبر عليها، هذه حياة يومية وضروري الإنسان أنه يقتني بعض المواد التغذية اللي تساهم في حياته اليومية، هي أساسية في القفة. هذه نقطة الفاصلة، لأنه ضمن الاحتياجات ماسلو اللي هي في هرمية الاحتياجات، الغذاء والغذاء هو الاحتياج الأولي، إذا لم يلبى هذا الغذاء بقية الاحتياجات تصبح غير ذي قيمة. إذن الاحتياج الأول للإنسان واللي ما ينجمش يعيش من غيره هي مسألة الغذاء، مسألة استراتيجية في حياة الناس في حياة المجتمعات. إذا أضيعنا هالدرجة ذي وحب نجاوزها نكون ما فهمنا شيء من حياة الإنسان. هذه النقطة الأولى اللي تساهم في استقرار نفسية الإنسان وتساهم في على الأقل صنع الأمل في حياته. هل أنه أستاذ اليوم القبول بالزيادات هذية هو الحل؟ ما عندوش التونسي حتى خيار آخر إلا أنه يقبل بالزيادة هذية، ما هوش بشي يبدل منها، بشي يشري المنتوج هذيك بشي يزيدوا فيه 700 وإلا 800، لأنه بعض المنتوجات معناتها استهلاك يومي نستعملوها، ما هيش خيار وإلا معناتها حاجة زايدة. يعني فما حاجات مثلا كما الحليب اللي عنده صغار ما ينجمش ما يشري لهمش حليب، هل انه باش يقبل اليوم باش يشري بالسوم هذاك اللي زادوا فيه؟ فما فرق نفسيا، فما فرق بين القبول، القبول النفسي سمحني، فما فرق بين القبول اللي هو عمليه اراديه، انا نقبل انه شيء فوق نطاقي، وفرق بين القبول والعجز، لما الانسان عاجز ومغلوب على امره ما عادش قبول، كأنه مصغر، كأنه على ما ضم على أنا يخضع لهذا. فما فرق بين الخضوع والقبول، الخضوع لهذا كأنه أمر مقضي ومع المرارة ومع الكآبة ما تولدش نفس التبعات النفسية. القبول فيها نوع ما من مسؤولية، فيها نوع ما من قراءة الواقع كما هو، فما زيادات في العالم وفما ضغوطات على الأسعار الأعلاف وتولد عليها معناها كلفة إنتاج مرتفعة، ولهذا لازم نقبل بالوضع العام، وهذه تضحية مجتمعية. إحنا في مجتمع مشنا في مجتمع القبول، لأنه للأسف مش نذكر بهذا، لأنه في مجتمعنا عنا طبقات مختلفة، فما اللي يعيش مليون في النهار وفما اللي مش قادر العشر في الشهر، أنه شهريته توصلوا العشر في الشهر، معناها واصلين تحت السميق ومع البطالة اللي تكلمنا عليها في أول الأسبوع، معناها فما أوضاع تحت خط الفقر، وصلنا في مجتمعنا تحت خط الفقر. الطبقة الوسطى تهريت كلها أصبحت طبقة فقيرة محتاجة. إذن مسألة الخنوع والخضوع إلى أمر واقع اللي مش يولد نوع مامي كما قلت شعور بالعجز، يولد زادة الإحباط وتولد أزمات نفسية في هذا الإطار، لأني نشوف أمامي البضاعة ومش قادر نشرها، نشوف أصغاري وعائلتي ناقصين في حياتهم اليومية في تغذيتهم اليومية وأنا في حالة عجز، نشوف شهريتي تذوب في بعض الأيام في الأسبوع الأول أو العشرة أيام الأولى وأنا في حالة عجز. على هذا ما نجمش تكلموا على القبول، ما نجمش يقبل ولا حد يقبل الشيء هذايا، هذايا علاش تبعات هذايا يمكن تكون وخيمة على المجتمع، يمكن وبعضهم يتنبأ بهزات اجتماعية في هذا الإطار. واللي مؤسف أكثر أنه أكثر الناس شايفة عبر الأخبار والإذاعات أنه الطبقة السياسية لا هي في مجالات أخرى، الانتخابات والبرلمان لا هي في مواضيع أخرى غير مواضيع معاناة المواطن اليومية،
معاناة المواطن اليومية مش في إطار الانتخابات ومش كون يحكم ومش كون ما يحكمش، هي في إطار كيفناش بشهريتي نكمل آخر الشهر، كيفناش بشهريتي نوفي احتياجات أهلي واحتياجات عائلتي. هذا الهم اليومي اللي يعانيوا به معناها غالبية الشعب التونسي، والأقلية في كوكب آخر تناقش في مواضيع أخرى. احنا مازلنا مواصلين معكم سيد فيصل النقاش، ماذا بينا نسمع رايكم، ماذا بينا نسمع وجهه النظر نتاعكم في الموضوع هذا. اذا كان عندكم اي استفسار الاستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي جاوبكم على جميع استفساراتكم. بعد شويه نبداو في استقبال تليفوناتكم ونرجع معكم باكثر تفاصيل النقاش. اذا كان عندكم استفسار تنجموا تخليوا لنا ميساجاتكم. يعني باش نحدد موضوع الاستفسار وهذا انا تحت ذمتكم، كيف الانسان يحصن نفسه نفسيا أمام هالضغوطات هذه، الستريس هو الضغوطات، هالضغوطات اللي مقبلين عليها، كيفناش نحصن أنفسنا ونخرج من الفترة هذه الحالكة بأقل أضرار ممكنة نفسيا وجسديا. مالا كان عندكم أي استفسار في هالسؤال اللي اقترحه عليكم الأستاذ فيصل وإلا اللي بوبوا الأستاذ فيصل، كلمونا على 70-35-120، احنا موجودين من توا حتى للأربعة متاع العشية معاكم، ما تبدلوش الموجة ديما، خليكم معنا على 93. غير درجين رجعنيكم من جديد في منتدى الحياة، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة لكم ونوصلكم من صوت إذاعتنا على 93 في مختلف معتديات القيروان. نحيي وزاد الناس اللي تابعوا فينا على باج فيسبوك الحياة فيه. من عاود نذكركم من جديد موضوعنا اليوم، ارتفاع الأسعار وتأثيره على الحالة النفسية ولا الصحة النفسية للتونسي. معنا كما العادة الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي باش نواصلوا معاه النقاش اللي بديناه. كنا سمعنا زادة شهادات بعض المواطنين لهنا في ولاية القيروان اللي عبروا ديما عن استنكارهم وامتعاضهم من الزيادات المتتالية في الأسعار، ونستنوا في قدم الأيام زيادة أخرى في المنتوجات الاستهلاكية على غرار الحليب ومشتقاته واللحوم كيف اللي باش تشهد زيادة حسب أكيد بتبيع تصريح وزير الفلاحة البارح، وهذا ناتج أكيد على الزيادة الأخيرة في أسعار الأعلاف. معنا بالتليفون مدام كوثر، مرحبا بك على موجة الحياة فاب. أهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا على الإذاعة. يعطيك الصحة مدام، نحييك أنت مستمعة وفية لإذاعتنا والبرنامجنا، شكرا لك على اتصالك وعلى ثقتك بنا في برنامجنا المنتدى الحياة وعلى ثقتك زادة في إذاعة الحياة فاب. شكرا لك. دونك مدام كوثر، الارتفاع هذايا في الأسعار اليوم والزيادات اللي ما زالت متواصلة، طوحنا عنا مدايدة، حكينا شوية على الارتفاع الأسعار، حكينا زادة على الارتفاع اللي قاعد يصير بشكل شهري في المحروقات في أسوام المحروقات، وتوا نحكيو من جديد، رجع الحديث كيف البارح على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، برشا ناس تعبر عن استنكارها من الزيادات المتتالية. كيفاش تشوف أنت اليوم الساعة هالزيادات هذية؟ هل أنه التونسي باش يقبل الزيادات هذه وإلا لا؟ وأنت زادة كتونسية كيفاش تراه؟ شنو وقع على نفسك هالزيادات هذية؟ والله بالنسبة لي أنا الزيادات هذية فيها ما فيهاش حتى معنى، ما فيهاش حتى موجز، ما فيهاش حتى تحليل، يعني معناتها عادي نورمال مومنت. ثم إنسان ثم معناتها تداعيات، ثم معناتها حوايج اللي تخلي الأسعار تزيد. شنو هي الحوايج اللي احنا قاعدين نمروا بها باش تخلي الهدوم يزيدوا؟ بيق يقولوا الحرب معناتها والعلفة غليت وكل شيء، لكن قديش تغلى؟ ما فماش ناس تنجم تشوف وتعدل يعني من الدولة، يعني تشوف معناتها الناس مختصة كيفاش الكيلو الحمراء وتويك وصل فوق 30,000. معناتها هذي علوش. بالنسبة للدجاج كيف بارك الله تويك الدجاج 20 دينار، مش يقدر عليها. هذه اللحوم الكوليكية معناتها أقل حاجة في اللحم 29 دينار، هذا البقري. معناتها الحقيقة ولت الأسعار مشطة على الأخر، الأسعار ما فيهاش حتى حدود، وما فيهاش كل هززار بالسوم متاعو. على فكرة مثلا احنا لهنا تقول احنا في سوسة ب 34 تلقاها هي الزاوية بجنبنا لهنا ب 29، يعني تدين واضح في الأسوان سيد الكريم. معناتها فهمت الأسعار ما ليهاش ضابط، ما ليهاش مراقب،
نحس وتم همجية الحقيقة في الأسعار وحتى ولي كان فيها مصداقية ساعتها نسمعنا له الحم لا هذا مش معز لا هذا هيك علوش لا هذا برشني لا هذا معناته حتى الأسماء ما تبقاش أسماء ما تبقاش إنسان عنده حتى بشي مش ياخذ كيلو الحم الحقيقة معناتها يقعد لا مشنو الأسماء هذوما اللي ما يعرفش به مدام كوثر أنت كمواطنة تونسية كيفاش تتقبلها الزيادات هذية في الأسعار تتقبلها ما تتقبلهاش تشري تقاطع والله الحقيقة احنا ما عنيش كيف يقولوها نتقبلوا ولا ما نتقبلوش للأسف يعني في بلادنا توكية تقوم الصباح تلقى السعر زيد لعشرة فرنك لعشرين فرنك راه تلقى زيد 700 زيد دينار وتلقى ما عندك شيء شو تعمل انت مثلا مش احتجاجات معناتها بعد الثوره وبعد اللي عملناه الكوليكيه واللي صار الكوليكيه ما فماش معناتها الناس ما بقاش تحس التلمون ضرب ضرب معناتها كليت الضرب حتى اللي قال كيزي فهمت كيفاش او هذي زيد او هذي نقص او هذي او الادوات او عرفت كيفاش كل دوبي الانسان يقيم راسه وتجيه ضربه اخرى عرفتي باهي مدام كوثر الحديث اليوم على زياده في سعر الحليب 700 مليم انت كيفاش تشوفها الزياده هذيا معناتها زياده معقوله غير معقوله تتقبلها ما تتقبلهاش احنا نحكيو على القبول مش انك باش تقبل تشري ولا ما تشريش اما الزياده هذيك كيفاش باش معناتها كيفاش الانسان باش يستوعب والا باش يقبل انه يشري حاجه كانت سومها اليوم في سوم وغدوه يلقاها زايده 700 مليم كاملين 700 مليم يضر لي مش شوي غير مقبولة أكيد غير مقبولة باش نرجعوا لعهد الخمسينات اللي كنا نراو باكو الحليب داخل ماشي في معناتها في الزنقة ولا في الكياس ونقولوا تمام مريض هيك باش يصير تو كما اليوم الأزمة اللي عشناها في بعض المواد الاستهلاكية الزيت الروز مادة السكر باش تزيد هي الأصل المشكل حتى كان مش تزيد وباش تحسن الجودة لكن لا ما فماش هذا الكل ما فماش احنا نلقاو زياده في السوم وما نلقاوش الزياده في على مستوى الجوده. يتفاعل معك الاستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي. استاذ فيصل مدام كوثر قالت احنا اليوم مانيش مخيرين نقبلوا والا ما نقبلوش هذا اللي قلته انا بكري في تدخلي انه المساله مش مساله قبول او رفض لانه القبول انسان يقبله بمسؤوليه وعن طواعيه ويقرا الواقع حتى ولو اللي يقع قدامه مش عاجبه يقبله بينما الحالة العالية الحالة اللي عينيشوا فيها وما عبرت عليه مدام كوثر أنه فجأة تقوم صباح تلقى زيادات وما عندك ما تعمل ما عندك بتتفاعل إما تشري ولا ما تشريش إذن فما نوع ما من العجز اللي يشعر به المواطن يخليه معناها مضغوط خليه مفروض عليه خليه مقهور بهالزيادة إما يأكل ولا ما يأكلش وهذا اللي مش يوصل أنه الإنسان ما عندوش خيار يشري ما يشريش مش يوصل إلى درجة أنه ما عندوش إمكانية باش يشري إذن كما قالت المثال هذا ما نعرفوش أنا لكن تقول كما الخمسينات اللي كي تشوف باكو حليب داخل الزنقة تقول فما مريض معناها الحليب يولي يهديو فيه يهديوه للمرضى لأنه للأسف هذه الحالة حالة الإحباط اللي مش تزداد عند الناس وحالة العجز هذه اللي قاعدين يمكن تعبر عليها مدام كوثر بشكل جلي معناها ما نسمو منها يعطيك صحة مدام كوثر عندك شي استفسار الأستاذ فيصل فيما يخص التقبل هذايا وإلا أي حاجة معناتها تخص الصحة النفسية في علاقة بموضوعنا لليوم والله فقط بالنسبة لي أنا نحكي كمواطن نجم تقول لي أنا كيف نحب نشكي لشكون مش نشكي احنا نعرفوا اللي ديما وزارة التجارة تحط رقم أخضر للتبليغ على حالات البيع مثلا تحب تشكي انت تقول انا علاش هذاك السعر هكاك اعطيني مبررات اعطيني عليه سوم على اي على اي شيء انت كذب على انا اسي المبررات عاطينها لكن المبررات هل مقبوله ولا هذا شيء ثاني ومبررات يقولوا انه اسعار الاعلاف والاعلام جينا من اوكرانيا اذا ما دام انقطعت اوكرانيا اليوم اسعار الاعلاف في العالم اجمع انزادت
لكنه مع المضاربين هنا بالأسعار بالأسعار في كل شيء. أي في كل شيء. هو ننتظر أنه الأسعار مزيد في كل شيء. يبقى ما تعبر عليه أنت كتقول إذا نحب نشكي لشكون نشكي كأنه نوع ما حتى الشكوى ما عادش ممكنة. أيوة خاصة أنه الأسعار هذه راي باش يتم معناتها من وزارة التجارة باش يصدر بلاغ وباش يكون مبوب وفيه التسعيرة جديدة. يعني حتى التبليغ في الحالة هذه كما عنده ما يبدل. تبلغش مش تبلغ مش فساد هذا. ولا يعني إحنا نحكيه على التبليغ مثلا عن البيع المشروط على التجاوزات على مثلا أسعار ما تمش تسعيرها. هذا شيء آخر غير ارتفاع الأسعار. إذا التبليغ حتى الشكوى ما عادش ممكنة لما يتسكر الأفق أمام الشكوى وأمام الاحتجاج. الناس مش تولي مصغرة معناها متخاضعة. الحق بالاحتجاج عندك الحق فقط في النقاش إن شاء الله يهدوك. الاحتجاج أستاذ فيصل. الاحتجاج حتى هذا لما الإنسان يشعر بالعجز حتى الاحتجاج يصبح لوكس. يمكن زيدا أستاذ فيصل المواطن اليوم يقول أنا كي باش نشري الحاجة ذيك بالسومة ذيك على الأقل نحتاج وبعد باش نشريها. يعني على المستوى النفسي الاحتجاج الخروج والاحتجاج أو الشكوى هو متنفس. الإنسان عوض ما يكون محاصر فيه يبقى الاحتجاج. أنا نقول حتى هذا يمكن أصبح صعب المنال. ما عندكش الحق ما فماش مبرر للاحتجاج. عندك الحق في النقاش ناقش من اليوم الغدوة لكن إنك تحتج ما عندكش الحق في الاحتجاج خاطر السلطة التنفيذية هي لها الحق في القرار. وأنت لهنا تمتثل بامتثالك كيش يقولوها المطيعة للقيادة. ولا هذا الامتثال اللي تسميه امتثال مطيع هو ما عبرت عليه أنا بالعجز. إيك هو العجز واللي عبروا عليه زده بعض المواطنين بنوع من خليني نقول المواطن يحس روحه مظلوم اليوم للأسف. هذا هو الظلم القهر ولا مساله في وقت من الاوقات في احد البرامج كلمت عليها المواطن يصعب بنفسه ضحيه فوالا. في هذا اذا دخلنا في منطق الضحيه دخلنا في منطق عنف وفسرته في اكثر من مناسبه. سمحني خلينا نحكيوا على الفلاح. الفلاح مش تحكي له كان باش يعمل هو باتون قديش يخلص في الباتون قديش يخلص الإداءات معناتها كل فتل انتاج كيف كيف قديش يخلص على الفصة وغير 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 وغير. الفورماسيون سيد الكريم الفورماسيون القليلة 3 أيام إلى شهرين يبتي مدخل كي مخرج. ما عندوش الحق في المنتوج التونسي ما عندوش الحق في الزراعة التونسية ما عندوش الحق في معناتها العجل التونسي ما عندوش الحق في العلوش التونسي. والنهار اللي ينتج العلوش التونسي ولا معناتها العجل التونسي يقولوا له لا احنا جبنا العجل ولا العلوش من برا. نقول لك حاجه الاقتصاد الحقيقه شكون عطينا شكون حاسبه معناتها التمشي في كل الاتجاهات اقتصاديا تجاريا صناعيا مش باش تهز انت ولا مش باش تحكي انت معناتها ده المنتوج تواك مثلا الحليب والتعليب والتجميع راه ماهوش سهل باين احنا نعذروكم ماهوش سهل لكن اذا قلنا انت عطينا معناتها كيفاه فهمنا نحبوا نفهموا خلينا نفهموا احنا عملنا ثوره باش نفهموا. باهي مدام كوثر انت بالنسبه لك انت كي تفهم علاش الاسباب نتاع غلاء الاسعار كهو معناتها بالنسبه لك لازم تفهم المبررات ومعناتها ما عندكش مطلب اخر هكا. إيه نتقبل وقتها نتقبل وزيد كيف نشوف انا كان احنا الفلاحه نتاعنا ما عندهمش كيفاش يوفروا هذوما الكل كي باقل سوم لنا احنا الوغ نشوفوا احنا المعالجه نعالجوا نشوفوا مثلا كي تشوف الفلاح توكي سامحني في الجنوب مش لاقي حتى كيفاش يبيع الدقله نتاعو معناتها الدقله نتاعو قاعده مطيشه معناتها مش لاقي كيفاش ولا تشوف انت في الشمال كيفاش البقري يتباع باقل اسوام معناتها بالنسبه لهنا وينتج هو في البقري وما شاء الله يعني تلقى عنده. مادام كوثر انت تمس في جانب يمكن مش موضوعنا اليوم لكن هي ما نسميوه مسالك التوزيع لانه الفلاح الصغير اللي ينتج
ينتج ما بقاش يعتمدوها راهو على فكره ينتج ما بقاش يعتمدوا مسالك التوزيع معناتها كيش يقولوها لا كوتيديان المعتاد عليها القانونيه على الاقل اي هي مبقاش لانه دخلوا مضاربين دخلوا لوبيات فساد دخلوا مضاربين لمسالك التوزيع ولو يفرضوا كما كنت تقول انت بالسلع الخارجيه اللي جايه من برا لضرب الفلاح من الداخل وهذه كلها علاش قلت انا خارج موضوعنا اليوم هي سياسات نمط اقتصادي احنا مش خارج الموضوع على خاطر نحكيوا احنا على الجانب هو جانب مدام كوثر هو جانب من جوانب الموضوع يعطيك الصحه انت اليوم لاتصالك باذاعه الحياه فام وانتم زاد كان تحبوا تشاركونا رايكم كان تحبوا عندكم استفسار 70035120 ديما على ذمتكم انس الهمامي في استقبال تليفوناتكم نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجع لكم ما تبدلوش الموجه خليكم ديما معانا على 93 دقيقه بعد ما 3 مرحبا بكم الناس الكل انتم تسمعوا في منتدى الحياة رجعنا لكم من جديد موضوعنا لليوم هو ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية في تونس وبش يتم في القريب العاجل في نهار 18 من الشهر الجاري الإعلان عن زيادات أخرى في بعض المواد من بينهم الحليب ومشتقاته كيف كيف زاد أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء كيف كيف وهذا حسب ما أعلن عنه وزير الفلاحة اللي قال أنه الزيادة هذية باش تكون بسبب الزيادة الأخيرة في سعر الأعلاف معنا بالتليفون سي كريم مرحبا بك على موجة الحياة فام مرحبا تحية لكم وتحية كافة مستمعي إلى الحياة شكرا لك سي كريم أنت صديق البرنامج نورمالمون دخلت معنا في أكثر من فرصة وتتعودت نورمالمون بالاستوديو هذايا معنا اليوم معنا في الاستوديو وأنت بالتليفون بون معنا في الاستوديو الأستاذ فيصل كعبي المختص والمعالج النفسي رحبوا به هو مرة أخرى ورحبوا بكم وأنتم ترحبوا ببعضكم يا مرحبا مرحبا سي كريم سي كريم أيا سيدي شنو رايك في الزيادة هذية اللي باش تكون في الأيام القادمة كما قلت في ارتفاع شتى زي ما قلت الأسعار في كل تقريب السلع تقريبا المدة الأخرانية هي 6 شهور أو 7 شهور معناتها المواطن اللي يمشي هايم في ضغط نفسي وضغط مطلبي للأسرة تقريبا أسعار مشتى ياسر ضعفت انت السميد زاد 15000 على شكر السميد الدجاج زاد 3000 في الدجاج تو احنا عندنا في منطقه هنا ساحليه البطوار معناتها تابع الدوله زاد 2000 فرنك في الدجاج المواطن اش نقول لك المواطن من الطبقه الوسطى تهريت ما عادش ثم طبقه وسطى سي كريم سي كريم تسمع فيها انت كيفناش وقع الاسعار الزيادات هذه عليك انت كيفاش تاثر عليك كيفاش تاثر عليك كيفاش تتقبلها كيفاش تتعامل معها والله كيفاش تتعامل معها كيما الناس يكون الصبر تصبر شو تعمل معها هذا هو والله اني كناشط في المجتمع المدني ايوه بحكم علاقتي برشا بالناس خاصه الطبقه الوسطى ما نحكيوك الناس المرمجيه نحكي المرمجيه والناس في الدهان والناس في البوسطه اللي يخدموا كانت قبل ثم خدمه ثم سلعه رخيصه كما السيمان كما الحديد تويك ما عادش تماش خدمه تماش حتى الشوانت ما عادش موجوده حتى الشوانت صدقني ثم رجال يعني حتى اللي باش يخدم المرمج يولي حتى متزلف اللي قبل ما يمدش يديه هو اللي يمد يديه حتى اللي يعانى ما عادش العباد ياسر ضاعفت الاسعار وحتى الخدمة ما سماش حتى كانت قبل كانت تسمى مرمات تسمى دهينة العباد ما عادش موجود ما عادش تسمى خدمة السيمان زاد الحديد زاد الرمل زاد العباد ما عادش عندها لا مرمى لا حتى شيء خويا كريم خويا كريم المواطن خاصة المواطن مع خويا كريم انا نحب نستفز تجربتك باش نفيد المستمعين لانه هل اللي تقول فيه كله عندك حق فيه ولكن يدخل ضمن دائرة سمحني تشكي المواطن من كل هالظواهر اللي كنت تحكي فيها والكل الناس كل عايشينها الآن ما يفيد المستمعين هو الصبر هل الصبر كيف ناش الصبر كيف نحصن أنفسنا أمام هذه الظاهرة كيف ناش الإنسان اللي أنت تقول على الصبر كيف ناش هذايا عندكش ما تفيد المواطنين كيف ناش أنت تقول الصبر كيف ناش الصبر هذايا إنسان ما عندوش ما يشري قدامه أحواج أساسية مواد أساسية في أكله ونقول له أصبر ما تستقيمش
بعد مرات يقول لك حتى مل من صبرنا الصبر، حتى الصبر يمل من صبرنا. اذا انا نقول الان كيفناش الناس ترجع، او رغم هو ظرف صعيب مش نتعدوه نتعدوه، ولا حول ولا قوة لنا لانه ما عندناش اختيارات. حتى لو تحتج فما ناس، نذكر انا يوم الاثنين تكلموا على البطالة، فما ناس في الاحتجاجات وفي الاعتصامات صار لهم 8 أشهر من سبتمبر، فما ناس عندهم والبطالة عندهم سنين هما يعتصموا. إذا الاحتجاجات والاعتصامات ما عادش تفيد، لأنه فما شيء مغلوب على أمره، معناه الدولة فالسة. الدولة اليوم عايشين منذ بداية العام الدولة ما عايشة ما غير ميزانية معلنة. إذا فما حالة كارثية على المستوى الاقتصادي. نقول كيفناش المواطن رغم كل هذا يحافظ على الابتسامة في وجهه، لأنه الكآبة أو الشعور بالعجز يمكن يخلف أمراض نفسية، ويمكن الأمراض النفسية معناها تتجسد في أمراض جسدية ينبقوا نعانوا فيها لعشرات السنين القادمة. أنا أقول كيفناش نتلافاو عواقب الوخيمة لهالظرف الصعيب، كيفناش المواطن رغم كل هالصعوبة الاقتصادية يحافظ على الابتسامة، يحافظ على الأقل هو خسر اقتصاديا ما يخسرش صحيا على المستوى النفسي والمستوى الجسدي. هذا هو أنا بودي أنت نستغل مرورك باش نقول كشاب وكناشط في المجتمع المدني، كيف المجتمع المدني اليوم ينبري ويأخذ دوره في الترفيه على المواطن، كيفناش نرجع إلى حسن الأخلاق، كيفناش نرجع إلى أنه أمام مثال يوناني يقولك عوض أن تلعن الظلام اشعل شمعة. شنية الشمعة اللي يمكن نشعلها؟ شنية الشمعة اللي يمكن يشعلها المواطن باش هالظلام اللي حولنا هذا الكله ما يكونش ظلام دامس، وإنما يكون فيه قبس من نور يخلينا نتجاوز هالمرحلة ذي بشكل صعب، هو المرحلة الصعبة، ويخلينا نمر بها بأقل الأضرار. تفضل أخويا كريم. والله هو المواطن، نحكي على المواطن العادي شوية ولا ينقص حتى من برشا حاجات، ونبه المواطنين معناتها العاديين، المواطنين معناتها العامل اليوم، الناس المحدودة الدخل يحاول ينقص من الحاجات الغير معناتها ضرورية، في ما ياخذش حاجات غير ضرورية باش ينجم يجاري هالوضع تقريبا الكاسي تقريبا. هذا جانب من جوانب الحل انه ينقص في الشراء بعض يعني المواد. يستهلك كان الحاجات الضروريه، بعض المواد غير ضروريه. هو فما مواطنين حتى الامور الضروريه ما عادش قادرين يشتروا. والله انا باش نسالك سي كريم، ما تنجمش حتى تجربتي لا بيت تتلوج على باش تاكل، معناتها مش حاجات الاساسيه. الاساسيه فما منطقه اسمها حتى انا نذكر اسمها سميدي، الناس ما كيتش باش تاكل، ما كيتش باش مقارونه، معناتها مقارونه وحليب صغار ما كيتش تحب تخدم، ما ثماش معناتها انا نستخدم يومين في الفلاحه ولا في المرمه، ثماش خدمه نقصت الخدمه باهي سي كريم. طيب بالرغم انا ما تقراب السوسه وقراب القروان وقراب، اما ما ثماش خدمه نقصت برشا، حتى المرمات قلت لك المرمات ناس كانت تخدم في المرمه وتدور في الدولاب وتتحرك ما عادش ثما. الصبر واحد الصبر وشويه باهي. خليني نسالك على الصبر يا سي كريم، الصبر كيفاش حسب رايك انت؟ يعطينا هكا حل انت قاعد تطبق فيه في حياتك اليوميه، خلي الناس اللي يسمعوا فينا يستفادوا على الاقل من تجربتك الخاصه، لانه الصبر هو مفتاح الفرج في الاخر. اما كيفاش نصبروا اليوم على الارتفاع هذا؟ ما يقيسش كما قال الدكتور، ما يقيسش خاطر تشوف الامراض ولت كثيره ياسر، ضغط نفساني ولت جلطات ولت برشا حاجات انتحار، الانسان ما يسلمش يعني خوفا على صحته النفسيه والجسديه يولي يصبر وكهو هكا. ايه شويه صبر ويتحرك الانسان. خويا كريم انا نتوجه ليك نتوجه ليك كمجتمع مدني غير ضروريه، هذاك هو معناتها الشعوب ما يعمل المواطن العادي. خويا كريم نتوجه ليك كمجتمع مدني ولكل من ينشط في المجتمع المدني. مثلا التكافل الاجتماعي اللي كان معروف ايامات ابائنا ويمكن اليوم قل، كيفناش انتم الشباب تحيوا هالتكافل الاجتماعي اللي عنده
يمد يده في الظرف الصعيب للي ما عندوش، ونحاولوا ننمو ننميو هال المشاعر هذه التضامنية والتكافل بدرجة أعلى مما هي موجودة عليه. أنا نقول ما زالت موجودة بعض الشيء، ولكن الآن محتاجين أنه على المستوى المجتمعي يكون عندي بالفرنسي سوسي، معناها أهم بما أشي عيش جاري، معناها نتقلق شوية على أش قاعد يعيش جاري، نولي عندي شوية فضول على السؤال على جاري وعلى الناس اللي نعرفهم، يندرى قادرين يخرجوا من المعضلة ذي ولا مش قادرين. إذن هذا التكافل الاجتماعي كيفناش نرصد في حياتي اليومية أنا كشخص وأنا كعيلة وأنا كمجموعة الأشياء الإيجابية في حياتنا، وأكيد أنه فما أشياء إيجابية في حياتنا تقع وإحنا من يمكن بعض مرات ما نلتفتش إليها. إذن لازمني نرصد أبسط شيء. تفضل. بالنسبة للتكافل الاجتماعي صدقني في رمضان ولا حتى في رمضان عملنا تقريبا كل وسعنا كمجتمع مدني اللي نفس كل العائلة في كل تتوفر المواد الاستهلاكية حتى تسمع فيها نسمع فيك يكمل حتى في ليلة 27 عملنا تظاهرة لما يبقى حتى واحد في الجهة متاعنا ما غير الحمل تقريبا. تعرفك المثال الآية القرآنية خذ من أموالهم، خلينا ناخذ من الفلوس معناتها من العباد بطريقة معناتها حرفية. معناتها هي كيفناش اليوم حياتنا اليومية تولي أيام ليلة 27 معناتها تولي خارج رمضان، هالحركة اللي عملتوها تتواصل وتكفوا فيها وتصبح العام كامل كأنه رمضان، مش نصبح في عام كامل كأنه رمضان. الناس مش تصوم لأنه مش بالاختيار وأنه ما عندهاش إمكانية تشري. إذن كيفناش الهبة ذي اللي تقع في رمضان تواصلوها خارج رمضان مع الناس اللي تستحق المساعدة، لأنه فما ناس تحسبهم أغنياء من التعفف، فما ناس ما يمدوش يديهم. أنا مش نحكي على اللي في الشارع يمدوا يديهم للماشي والجاي، لا، فما ناس في بيوتهم ويستحيوا أنه يمدوا يديهم. كيفناش ترصدوا هالجماعة الحالات هذه وتحاولوا هالظرف الصعيب كأنه في وقت أزمة، وقت حرب، وقت حرب المجتمع الكل يتكافل كأنه في وقت حرب وفما أزمة اقتصادية، فما نقص في المواد الاستهلاكية، فما نقص في إمكانيات شراء المواد الاستهلاكية. هذا هو المطلوب، هو هذا المطلوب. معناتها الدولة بتاعنا تمر بأزمة اقتصادية خانقة تقريبا. رجال الأعمال والناس المسؤولة الدخل هذا ما هم معناتها اللي ركزنا عليهم باش يعاونوا. معناتها أي واحد تحكي أنت على الناس معناتها تبدأ متعفة تبدأ ما يحشم باش يقولك هو ما عنديش، هو يحشم باش يقولك هذاك ما خلينا مع حسابهم وما معناتها زمالهم وكذا. أما المشكلة لازم تتواصل كما قلت حتى بعد رمضان. هذا عليكم كمجتمع مدني. والنقطة الثانية اللي أثرتها قلت لك كيفناش نبثوا التفاؤل، نبثوا الروح الإيجابية في مجتمعنا. رغم نجم الواحد يكون فقير ويضحك، نجم يكون فقير وناقص مواد ويخلي الابتسامة في التعامل مع الآخرين، هذا نقصد في المجتمع. لأنه التوتر والعنف خلاه على ربي شوي، ناس ترجع ربي شوي، خلاه على ربي، معاش تخمم اللي الرزق راهو بيد ربي اللي معتها ناس وتتخمم ياسر. خلينا نخدموا معاك على قلب الموجات الإيجابية سي كاديم، خلينا نخدموا نخليوها على ربي، وإن شاء الله يعطيكم الصحة سي على مجهوداتكم هذية اللي انثمنوها. وكما قال الأستاذ فيصل إن شاء الله تتعمم هالمبادرات هذه سواء كانت فردية وإلا معناتها جمعياتية وإلا معناتها من مجموعات ناشطة في المجتمع المدني في مختلف ولايات الجمهورية، ما تكونش حكر على شهر رمضان فقط وتكون ديما موجودة كامل الأشهر. يعطيك الصحة سي كريم، يعطيك الصحة، شكرا ليك لتواصلك معنا ولثقتك في برنامجنا. أستاذ فيصل عندك كلمة ولا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى؟ بارك الله فيك يا أستاذ كريم.
يعطيك الصحه استاذ كريم. دونك انتم مازال تنجموا تكلمونا على 70035120 اونس الهمامي ديما في استقبال تليفوناتكم. مازلنا مواصلين معكم حتى للاربع نتاع العشيه. مازلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم على 70035120. الناس الكل انتم تسمعوا في اذاعه الحياه فهم، تحيه كبيره لكم من اللي تبعتونا من ماضي ساعتين حتى توا. بدينا معكم المشوار، كنا نحكيوا على الارتفاع المشط للاسعار وتتالي الزيادات في الاسعار. كيفاش التونسي اليوم يتقبل الزيادات هذه، كيفاش يتقبلها ويتعايش مع الواقع هذايا اللي فيه برشا زيادات متتاليه للاسعار. في ختام حصتنا معنا بالتليفون مدام هاجر، مرحبا بك على موجات الحياة فام. عظيمة، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، يعطيكم الصحة. بالنسبة للموضوع اللي تحكيوا عليه بالحق موضوع مهم على الاخر، ونجم نعطيكم اكتواليتي شنو قاعد يصير، معناها خاصة في شهر رمضان، معناها شنو اللي صار بيسكو عليه علاقة مع جميع الفئات تقريبا، طبقات المجتمع المدني اثنين تقريبا، معناها حتى في الإعانات اللي خرجوا للعائلات المستحقة ما فما حتى قفة خرج فيها كيلو لحم، اللي هي حاجة عمرها ما صارت في حتى عام، معناها كل عام يصير معناها الإعانات هذوما القفة تخرج كاملة فيها كيلو لحم. اثنين مالوروزمون على خاطر الأسوان بالحق صايرة على الآخر، ونحن معناها حتى معناها نشطاء ولا كعبيد معناها في ديارها عادي ما تنجمش تشري كيلو لحم. دونك الطبقات الاجتماعية خاصة الفقيرة اثنين بالحق تعبت على الآخر، تجي تشوف تلقى لا يزي الأسوان غالية وزيد ما فماش معناها ما تلقاش لا سميد لا فارينة لا حتى شيء، وزيد أو ميم طون تسمع اللي ليلة وكل شيء متوفر وبرا امشي وراهو معناها الناس معناها قاعدة تهول وكل. ومن طول نجم نحكي من فولي آخر اللي هما المواطنين، المواطنين يلقى الفارينة يعود ياخو كيلو كهو يولي ياخو 4 كيلو، يلقى زيت يعود ياخو إترا يولي ياخو 5 إترات وما يخليش اللي بعده معناها نجم ياخو. هذه عقلية الاستهلاك اللي موجودة معناتها لدى التونسي، وغياب زاد عقلية المقاطعة مدام هاجرة. اكزاكتومون، اليوم انت كي تلقى عطار في الحومه يبيع في يبيع لك دبوسه زيت لما تاخذ معاها كيلو كسكسي ومعاها حكه طماطم وتمشي وتاخذ، معناها غيرك راهو ما عندوش فلوس، غيرك ياخذ ب 50 غرام من عند العطار القدوم طماطم ويمشي كدبوسه زيت هذيك راهو يقصتها بالحق. راهو فما معناها حالات اجتماعيه في قروين، نحكي على قروين المدينه مثلا نخرج المعتمديات ونحكي معناها على الكوارث اللي قاعده تصير معناها في 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 جبولاتنا وفي اريافنا مالوروزمون. راهو في قروين المدينه فما ناس كنت بيت معناها جيعانه في رمضان وما عندهاش كون يتلفت لها وما تنجمش تمشي لا تطلب ولا تاخذ، معناها كما نعرفوا ناس الكل راهو المستحق عمره ما مد يديه. دونك بالحق عقليه المقاطعه. من ناحيه اخرى مدام هاجر، خلينا نحكي معك على التقبل التونسي اليوم للزيادات هذيا في الاسعار، كيفاش يتقبلها حتى من تجربتك انت الخاصه، كانت تحب تشاركنا تجربتك اكيد. هو انا نحكي على روحي انا اون بيرسون، راه انا نتقلق الحقيقه كي نلقى مثلا انا مغرومه بالقطاط ونربي قطاط وماذا بيا، معناها ديما نوفر لهم ابن حاجه واحسن حاجه خاطر هما كائنات حيه معناها كيفنا كيفهم. اليوم حتى ابسط حاجه في الاستهلاك سلامي اللي ياكلوا العباد الكل، سلامي زاد في شهر 4 مرات، معناها ملي كنت ب 500 صغيره وليت توا تقريبا وصلت للدينار معناها. دونك انا اليوم نجي نقول لي وغليت ودرا شنو، مي بعد نمشي نشري مالوريزمون على خاطرك انت تتلذذ باش تاخذ الحاجه هذيك، كيف كيف الفرينه وكيف كيف الزيت وكيف كيف السكر. وقت اللي انت تقول لي جاي العيد والله تحقينا سكر وزيت للحلو تتلذذ تاخذه، لو انا معناها صحيح ضد مي مالوريزمون راهو ساعات الاحتياج واللزوم نتاع الاستهلاك يخليك معناتها مكره اخاك لا بطل. اكزاكتومون، يحطوا قدام الامر الواقع نجموا نقولوا اللي هي معناها مقسومه المسؤوليه، يحطوا قدام الامر الواقع يا اما صغارك اليوم باش تطيب لهم كيما معناها تحب وكل، والا راهو باش يقعدوا جيعانين وانت مقاطع وغيرك راهو باش يمشي. مدام هاجر مرحبا بك على قبل كل شيء. انا حبيت ان ننتهز الدقائق اللي ما زلنا في البرنامج لمساله ايجابيه. اكيد كل ما كنت تقول فيه صحيح، وانه اليوم المقدره وكثير ناس مش قادرين حتى يشريوا، اللي عنده مقدره شرائيه ومازال يتحمل الزيادات يشري، واللي ما عندوش مش يضطر الى الكفاف. انا اقول بجانب، وهذا ما قلته مع ناشط اجتماعي قبلك، مع تواصل الحملة اللي قمنا بها في رمضان القفة ولو نقص فيها اللحم، لكن فما المواد الأساسية على الأقل، مع تواصل هالدعم المادي تراش من الممكن أنه اليوم المجتمع المدني يتكفل
إعانة أخرى، إعانة نفسية، حيث يشعل شمعة، يعمل ضحكة. هو في الدين الإسلامي يقول لك حتى الضحكة في وجه أخيك صدقة. كيف ناش نفشي الضحكة والابتسامة مع هالأزمة، أزمة نقص المواد الاستهلاكية وأزمة الفقر اللي قاعد ينتشر بصورة عامة. نعرف أن الضحكة والابتسامة ما توكلش الناس الخبز، لكن على الأقل ما يكونش مع نقص المواد الاستهلاكية والجوع يكون فما الكآبة والشعور بالعجز. يعطيك صحة، على خاطر هي راي معناها شعور بالشبع مش كان بالميك لك هاو، راي حتى الثقافة عندها دور كبير، معناها ينجم يكون إنسان شبعان بالثقافة ومن طوع ما هو يشيكل بالبي أما فرحان في حياته. دونك فما مقامات ولا مقارنات، ولو أنه مدام هجر فما شكون توا يسمع فينا ينجم يقول لك أنا ما أنا صغاري ما نجمش نوكلهم، ما نعرفش أنا، معناتها الضروريات هذية والأساسيات هي اليوم الشغل الشاغل للمواطن التونسي، خاصة خاصة اللي الدخل متاعه محدود وعنده صغيرات. احنا ننصحوها أنه مع النقص، لأنه مش معناش حصة سحرية، أكيد. على الأقل ما يدخلش الكآبة على صغاره، أكيد. وهذا على الأقل يحاول العلاقات، وإحنا هذه مغزى الضحكة والابتسامة، أنه العلاقات في مجتمعنا تصبح أكثر سلمية سليمة وأكثر أكبر. وأكثر حب، نتجنبه العنف. كيف ناش المحبة هذه نسقيها حولنا، كما نسقي المحبة للقطاطس نسقي المحبة للبشر في ظل نقص المواد الاستهلاكية. بالضبط، كان جينا نحكيه على تطرف العنيف والعنف اللفظي والاغتصاب والتحرش والمواضيع هذه الكل، كيما ناخذوا معناها بعين الاعتبار المواضيع هذه تاع نقص المواد الاستهلاكيه، نتصور اللي راه المجتمع نتاعنا معناها ماهوش في الحاله اللي هو فيه، ما هذا ما يمنعش دور المجتمع المدني اليوم مهم على الاخر. وانا فرحانه برشا اللي في قروين معناها ديرنيرمون فما العروض وفما مهرجانات، ورجع مهرجان المدينه بعد قديش على انقطاع، ولاحظنا قديش تبارك الله معناها القراوه مشاو حضروا ودفعوا فلوسهم ودخلوا للعروض الكل، كيف معناها المهرجان متاع السينما، وتوا الحقيقة جمعيات الكل قاعدين على قدم وساق يخدموا على برشا مواضيع، رجعت الحركة في البلاد حقيقة. معناها فرحانة برشا بالشباب اللي قاعدين ينجوا قاعدين يخدموا كل. تبقى كلامكم معقول برشا في أنه المجتمع المدني كان يولي يغذر شوية من منظور اجتماعي، خاصة جمعيات تخدم على التنمية وعلى الاجتماع، في الحكاية الاستهلاك والمواد الاستهلاكية وغلاء الأسعار اللي هو بينتوب زيد يغلى، معناها أبار الغلاء اللي يغلي فما زيادات، أي فما زيادات أخرى العظم والحليب ومشتقات والله ننتهز فرصة مدام هاجر، مدامك عندك ارتباط بالثقافة وبالعروض لأنه العروض اللي تقع وأنا أجلها ونقدرها كثيرة، لكن ما زلت مركزية تقع في دور الشباب، كيف نخرج إلى مفهوم الثقافة اللامركزية، نخرج بالعروض إلى الشوارع، نخرج بالعروض إلى الأحياء المهمشة الفقيرة، نخرج بالعروض إلى نوصل العروض إلى مجال سكن الناس اللي ما عندهمش إمكانيات يقطعوا تذكرة في دار الشباب ويتفرجوا على العروض، لأنه اللي عنده الإمكانيات يتفرج على العرض، واللي ما عندهش إمكانيات لازم مش نستدعيه يجي العرض بلاش، لا نهزل العرض لحد باب بيته. هذا اللي ندعو إليه، الرسالة اللي يمكن هذا في ظل تفشي نفشي السلام والمحبة والضحكة، على الأقل الشعب المصري في ظل الأزمات في الستينات والسبعينات والثمانينات كان مع الفقر كانت النكتة المصرية مشهورة، ضروري أنه نفشي النكتة، نفشي الابتسامة والمحبة والعلاقة الطيبة بين بعضنا بين الجيران، هذه على الأقل ما توكلش، لكن على الأقل تفرهد على الناس وتخلينا نمر بالأزمة الاقتصادية بسلام إن شاء الله. يعطيك الصحة باهي مدام هجر، خلي كلمة الختام خاطر وصلنا للختام، حسيتنا ما عادش عنا برشا وقت للأسف. ميرسي بوكو على المواضيع اللي تطرحوا فيها الكل حقيقة، وش نعادي تحية لكل معتمديات ولاية القيروان، خاصة منهم الأصدقاء النشطاء اللي قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة للثقافة وللسياحة وللترويج، معناها للمناطق نتاعنا المزيانة على الآخر. دعوة للناس باش يحاولوا يراجعوا رواحهم في العادات الغذائية نتاعهم، راهم فماش كان لحم ودجاج وحوت، راهو فما برشا حاجات أخرين تنجموا توكلوهم لصغاركم، بشوية بشوية إن شاء الله يا ربي معناها تفرج الأزمة
ونخرجوا منها. وميرسي بوكو على الانفيتاسيون ويعطيكم الصحه. يعطيك الصحه مدام هجر، تحيه من خلالك انت لجميع الناس اللي يخدموا بضمير واللي ضميرهم مازال حي في مختلف الانشطه اللي يقوموا به كسوسوا تطوعيه والا عملهم. احنا هكا نكون وصلنا معكم لختام حصتنا لليوم. ولو انا مبتهج بنهايه هالمكالمه الاخيره، ختامها مس ختامها، لانه ضروري انه هالازمه هذه مع ما تولدوا من كي قلت شعور بالعجز والكابه، على الاقل فما ناس رافعين يشعلوا شمعه في ظل هالظلام هذا، ويخليوا في المجتمع ذي البهجه موجوده والمحبه موجوده والالفه بين الناس في هالمجتمع ذي، والتكافل الاجتماعي يتجاوز رمضان الى الايام اليوميه ان شاء الله. شكرا لك استاذ فيصل كعبي المختص والمعالج النفسي، كنت معنا من ماضي ساعتين حتى لتوا. الموعد ان شاء الله يتجدد معك الاثنين الجاي بمواضيع جديده. غدوه الموعد يتجدد مع الاخصائيه النفسانيه والمعالجه مدام سونيا الجبيلي في موضوع اخر جديد. ما بقى لي كان باش نقول لكم تابعوا بقيه برامجنا على الحياه فام جوك على 93.3 من توا حتى للسته متاع العشيه، برشا مسابقات وبرشا مواضيع مختلفه. سينو تجيكم أحلام العامري في أقل من 5 دقائق في موجز الأخبار، أهم الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية في دمين نسكن. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.